إن شاء الله راح نتكلم عن مرض الإنفلونزا. طبعا يمكن لهذه الأمراض أن يكون لديها أعراض متشابهة بين مرض مصاب طفل مصاب بالبرد وأيضا طفل آخر مصاب بالإنفلونزا، لأن الأعراض تتشابه. تعتبر الإنفلونزا أكثر شيوعا في التسبب في ارتفاع في درجة الحرارة، وأيضا القشعريرة وألام في الجسم والتعب الشديد وأيضا القثيان والقي، في حين أن معظم الأطفال يتحسنون من تلقاء أنفسهم، لا يحتاجون إلى علاج. إلا أن الإنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئوي، تسبب التهاب داخل الرئة خصوصا في الأطفال الأصغر سنا. لذلك يوجد هناك توصيات تؤدى بأن يتم إعطاء التطعيم ضد الإنفلونزا مرة واحدة سنويا للأطفال ابتداء من عمر 6 أشهر وما فوق. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.